أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 4 من السيزون الجديد. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي التاريخ على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا النهاردة تبقى تحت عنوان الحملة الفرنسية على مصر والشام، وهيكون في ضيافتنا في الاستوديو الأستاذة بشرى عبد الغني. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ أحمد. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. وهيكون معنا ايضا في الحلقه مستر محمد عبده. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا مستر احمد. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير يا فندم. الحمد لله رب العالمين. وهيكون معنا ايضا في الحلقه مستر عبد الرحمن الشريف. صباح الخير يا مستر. صباح الخير. اخبارك؟ الحمد لله والله. الحمد لله رب العالمين. واخيرا وليس اخيرا هيكون معنا في الحلقه مستر جمال سعيد. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا استاذ احمد. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام ان شاء الله حلقه موفقه، ونتمنى مشاهده ممتعه للطلبه بتاعتنا، ولكن بعد الفاصل. أما لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 و2022، بادر بحجز نسختك من كتاب مدرس على الهوى في المواد التالية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا. كتاب مدرس على الهوى هو كتاب مستقل لكل مادة. يحتوي كتاب مدرس على الهوى في كل مادة على كم هائل من الأسئلة على كل أجزاء المنهج. سوف يتم حل هذه الأسئلة من خلال الشرح والتحليل على الهواء مباشرة في حلقات البرنامج. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. توزيع الكتاب هيكون حصري من خلال مؤلفي الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. رجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلنا من شويه ان الحلقه بتاعتنا تحت عنوان الحمله الفرنسيه على مصر والشام، وهنشوف بعض الاسئله اللي اساتذتنا الافاضل اللي مجمعينها على الجزئيه دي. بس قبل ما نشوف الاسئله دي هنشوف جزئيه من الشرح على الموضوعات اللي هي المهمه في الجزئيه دي قبل ما نخش في الاسئله، ونبدا مع الاستاذه بشرى. الاستاذه بشرى معايا مثلا جزئيه هنا بتقول لي: تعددت محاولات فرنسا للسيطره على مصر في العصر الحديث، وضح. طبعا السؤال هنا بيستعرض او بيجيب جزئيه من المنهج مهمه جدا، وهي محاولات فرنسا لاحتلال مصر في العصر الحديث. اولا فرنسا حاولت اكثر من مره للحصول على مصر في العصر الحديث، والمحاولات دي كانت ما بين القرن ال17 والقرن ال18. اول محاوله لفرنسا في الاحتلال او الاحتلال مصر في العصر الحديث كانت في عهد الملك لويس ال14. الملك لويس ال14 في الفترة دي في القرن ال17 كان في حروب قائمة ما بين فرنسا ودولة هولندا. طبعا الحروب دي استمرت من عام 1672 ل 1678 ما بين فرنسا وهولندا، وكان في الفترة دي بيدعم فرنسا انجلترا وبيدعم هولندا الدولة او روما. هولندا كان ليها تجارة في شرق اسيا او في دولة الهند، ومن خلال ذلك الملك لويس ال14 هيحاول يضرب التجارة الهولندية في الهند عن طريق ان هو ياخد مصر او يحتل مصر. فدي كانت المحاولة الاولى، وكان السبب بتاعها ما بين الاقتصادي والسياسي. المحاولة الثانية كانت في عهد الملك لويس ال15. الملك لويس ال15 في القرن ال18 فضل انه يعتمد على العلاقات الدبلوماسية الإيجابية مع السلطان العثماني او مع الدوله العثمانيه، لذلك ان هو هيفضل ان هو ما يبعتش حمله عسكريه لاحتلال مصر، ولكن هيفضل ان يتفاوض مع السلطان ان يتنازل له عن مصر في الفتره دي. وبذلك الطالب لازم يستنتج ان الملك لويس ال15 اعتمد على العلاقه الدبلوماسيه الايجابيه. المحاوله الثالثه كانت في عهد الملك لويس ال16. الملك لويس ال16 كان هدفه اقتصادي، وهو انه يحاول يأمن تجارة فرنسا من خطر المماليك
أو أنه أمنت التجارة بدلا من الدوران حول قارة أفريقيا أو ما يعرف باسم الكشوف الجغرافية. أما المحاولة الرابعة والأخيرة دي كانت بعد الثورة الفرنسية اللي هي كان تاريخها 1789، وهي فضل نابليون أنه يجي يحتل مصر عن طريق أنه يضرب إنجلترا باحتلال مصر ويقطع الطريق ما بين إنجلترا والهند، وكان هدفه أيضا أنه يعمل مستعمرة فرنسية في مصر ويأمن تجارة المماليك. الأربع محاولات سهلين بس لازم نستنتج نقاط مهمة منهم. أن محاولة الملك لويس ال14 فيها تشابه ما بين محاولة نابليون، لأنه كل نابليون والملك لويس ال14 كانت فترة حروب، سواء لويس ال14 حروبه مع هولندا السياسية، يبقى ده جانب سياسي، ويضرب تجارة هولندا دي اقتصادي، ونابليون أيضا حاول أن هو يضرب إنجلترا لتجارتها في الهند عن طريق مصر تاخد جانب سياسي اقتصادي، وأن الملك لويس ال15 أيضا هيعتمد على الجانب الدبلوماسي. أما الملك لويس ال16 فهنا بصورة واضحة اعتمد على الجانب الاقتصادي. أحسنت يا أستاذة بشرى. مستر محمد عبده يقول هنا: وضح أبعاد الثورة الفرنسية وتأثيرها على المجتمع الأوروبي. في البداية مستر أحمد أهلا بحضرتك وأهلا بطلبة الثانوية العامة في النظام الجديد والسنة الجديدة إن شاء الله، وتكون سنة سعيدة وعام موفق على كل طلبة الثانوية العامة. أولا بالنسبة للثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية هي أول ثورة اجتماعية قامت في أوروبا في العصر الحديث. طب ليه بنقول عليها أول ثورة اجتماعية؟ أول ثورة اجتماعية لأن اللي قام بيها المجتمع الفرنسي اللي هو بيتمثل في الطبقة البرجوازية اللي هي الطبقة الوسطى بالتحالف مع طبقة العامة. الطبقتين دول تحالفوا مع بعض ضد الطبقة الحاكمة اللي هو كان النظام الملكي في الوقت ده، وفعلا نجحت الثورة الفرنسية في القضاء على النظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري، وكمان من نتائج الثورة الفرنسية إعدام الملك لويس ال16. السؤال هنا مهم جدا، بيقول لك إيه هي تأثير الثورة الفرنسية على المجتمع الأوروبي؟ طبعا دول أوروبا كلها كان أغلبها نظامها ملكي، فتحالفت دول أوروبا بزعامة إنجلترا ضد الثورة الفرنسية لعدة أسباب. يعني مثلا من ضمن الأسباب اللي خلت دول أوروبا تتحالف بزعامة إنجلترا اللي هي المحرك الرئيسي للتحالفات ضد الثورة الفرنسية، أول حاجة إن دول أوروبا كانوا عايزين يحافظوا على النظام السياسي بتاعهم، النظام السياسي بتاعهم اللي هو بيتمثل في النظام الملكي. تاني حاجة إن دول أوروبا كانوا خايفين من مبادئ الثورة الفرنسية إن هي تتسرب خارج حدود فرنسا وتتفشى وتنتشر في كل دول أوروبا، وده هيأثر طبعا على إيه؟ هيأثر على النظام السياسي الحاكم. يعني ممكن نختصر كده إن أسباب التحالفات الأوروبية ضد الثورة الفرنسية بتتمثل في أسباب سياسية وأسباب اجتماعية. الأسباب السياسية اللي هو الحفاظ على النظام السياسي بتاعهم اللي هو النظام الملكي، والأسباب الاجتماعية اللي هو عدم تفشي مبادئ الثورة الفرنسية وعدم انتشارها خارج حدود فرنسا. طيب الجزء الثاني بنقول إيه هي أحداث التحالفات دي؟ أحداث التحالفات أدت التحالفات إلى دخول فرنسا في حروب مع كل دول أوروبا، وقدرت فرنسا أن هي تنتصر على كل الدول ما عدا إنجلترا. وهنا بنقف وقفة كبيرة جدا، لازم نعرف اشمعنى انجلترا اللي ما قدرتش فرنسا تنتصر عليها، وليه قدرت فرنسا ان هي تنتصر على باقي الدول؟ طبعا انتصرت فرنسا على باقي الدول، وده بيدل على فشل التحالفات العسكريه، وده بيدل برضه على قوه فرنسا البريه. اما بالنسبه لعدم استطاعه فرنسا في ان هي تسيطر على القوه العسكريه بتاعت بريطانيا، ده بسبب قوه الاسطول البريطاني. وهنا زي ما الطلبة كلها يعني عارفين طلبة العام الماضي، ان احنا دايما بنقول ان انجلترا او بريطانيا كعبها عالي في الوقت ده على فرنسا، فقوة الاسطول البريطاني اقوى من الاسطول الفرنسي، عشان كده فشلت فرنسا في السيطرة على ايه؟ في السيطرة على انجلترا، وفشلت في ضرب انجلترا في عقر دارها، يعني في بلدهم او في بيتهم. طيب هنا كمان بنقول ان لما فشلت فرنسا في السيطره على انجلترا او في ضرب انجلترا في عقر دارها، بدات فرنسا تفكر في ضرب انجلترا بطريقه غير مباشره. الطريقه غير مباشره دي جت من افكار نابليون بونابرت. نابليون بونابرت اللي احنا عارفين ان هو راجل كان ذكي جدا، ففكر في ضرب انجلترا بطريق غير مباشر اللي هو عن طريق مجيء حمله فرنسيه الى مصر لضرب مصالح انجلترا في الهند. يبقى جت الحمله الفرنسيه ارتباطا بالثوره الفرنسيه، عن طريق ان لما فشلت فرنسا في ضرب انجلترا في عقر دارها،
فكرت فرنسا في مجيئها بحملة فرنسية على مصر لضرب المصالح البريطانية وتقويض الإمبراطورية البريطانية في بلاد الإيه؟ في بلاد الشرق. فده طبعا كان توضيح كده سريع للثورة الفرنسية وأثرها على المجتمع الأوروبي. شكرا لك. أحسنت مستر محمد. مستر عبد الرحمن الشريف بيقول لي ناقش أحوال مصر قبل مجيء الحملة الفرنسية من الناحية السياسية. أنا برحب الأول بكل طلاب السنة الجديدة 2022 بإذن الله، عام موفق ليكم بإذن الله، وتكون سنة خير وموفقين بإذن الله. إحنا النهاردة هنتكلم على الناحية السياسية قبل مجيء الحملة الفرنسية بالنسبة للمجتمع المصري، كجزء بسيط نلخص لك فيه الشرح بتاعه. أنا عارف إن مصر عندما أصبحت ولاية عثمانية من 1517 بالتحديد، لما جه السلطان سليم الأول مصر، قسم السلطة في مصر على ثلاث هيئات، والأساس بتاعك اللي انت تعرفه هو قسمها ليه أصلا لثلاث هيئات؟ عشان يضمن السيطرة على مصر، لأن مصر ولاية من ضمن الولايات الكبيرة جدا للدولة العثمانية، فهو عايز يضمن السيطرة فقسمها إلى ثلاث هيئات. أول هيئتين هما بينافسوا بعض جدا عشان برضو يضمن السيطرة. قسم السلطة في مصر سليم الأول أو السلطان العثماني لثلاث هيئات، هي الوالي والديوان والبكوان المماليك. الوالي طبعا ده يمثل السلطة التنفيذية في مصر في الوقت ده، وهو نائب السلطان العثماني، زي المحافظ ما هو نائب رئيس الجمهورية في المحافظة بتاعته. الوالي مدة حكمه في مصر حطها السلطان لا تتجاوز الثلاث سنوات. ليه لا تتجاوز الثلاث سنوات؟ عشان ما يفكرش ينفرد بالحكم مصر، وده صاحب السلطة التنفيذية، صاحب السلطة التنفيذية، وطبعا هو بيرسل الجزية كل سنة للسلطان العثماني، فهي سلطته سلطة تنفيذية، ومهمته الكبرى طبعا إرسال الجزية وقيادة الدولة تحت راية الدولة العثمانية. بالنسبة لتاني هيئة من الهيئات اللي حطها الدولة العثمانية في مصر هي هيئة الديوان. وهيئة الديوان هنا هي هيئة رقابية، وخلي بالك الديوان هي تتكون من مجموعة من كبار رجال الدولة العثمانية والحامية العثمانية في مصر، مهمتهم الأولى والأخيرة إن هو يراقب الوالي، وكمان من حقه إن هو يعزله وألا يتخذ الوالي أي أمر إلا لما يرجع الأول إلى الديوان. إذن أنا نفهم من الموضوع ده إن الوالي سلطته أكبر من سلطة الديوان، سلطته أكبر من سلطة الوالي، عشان كده الصراع هيفضل قائم ما بين الوالي والديوان، وكل ده هينصب في صالح الدولة العثمانية أو السلطان العثماني، لأنه طول ما الصراع قائم ما بين الاتنين أنا هضمن السيطرة على البلد لفترة أطول ممكنة. نيجي للفئة الثالثة أو القوة الثالثة اللي تقسمت لحكم مصر، وهي البكوات المماليك. البكوات مفرد بكوات، وهو بيك المملوكي، والبكوات المماليك السلطان العثماني والدولة العثمانية عطت لهم إدارة الأقاليم، وكلمة إدارة الأقاليم زي إدارة المحافظات. طب ليه عطت لهم إدارة الأقاليم؟ أول حاجة الدولة العثمانية لما جت مصر، طبعا مصر كانت ولاية مملوكية كبيرة جدا، قعدت أكتر من قرنين ونص من الزمن، حوالي 250 سنة ولاية مملوكية أو دولة مملوكية كبيرة. البكوات المماليك حطهم السلطان العثماني في إدارة الأقاليم ليأمن شرهم، وكمان لخبرتهم بأحوال البلاد في الوقت ده. الدولة العثمانية لسه جاية تحكم مصر، فما عندهاش خبرة بكافة الأقاليم بتاعت مصر، فوضعت إدارة الأقاليم في يد البكوات المماليك. الكبير بتاعهم موجود في القلعة جنب الوالي، اسمه الشيخ البلد، وهو كبير المماليك. وفي وقت من الأوقات طبعا بضعف الحكم العثماني في مصر، لأن أنا بقول الصراع مدام قائم ما بين الوالي والديوان يبقى هيحصل ضعف في السلطة العثمانية في مصر، فتطلع في وقت من الأوقات البكوات المماليك للانفراد بحكم مصر، زي حركة طبعا علي بيك الكبير الانفصالية، وهنتطرق ليها وإحنا بنحل الأسئلة بإذن الله. وطبعا علي بيك كبير شيخ البلد اللي استغل فرصة، انتهز فرصة صراع الدولة العثمانية مع روسيا، وبدأ يعمل حركته الانفصالية، وانفصل فترة بسيطة من الزمن بحكم مصر. وطبعا خيانة محمد بيك أبو الدهب أدت في الآخر إلى رجوع مصر تاني ولاية عثمانية. أنا كده إلى حد ما لخصت لك السلطة السياسية في مصر متقسمة إلى ثلاث هيئات، قلت لك الوالي والديوان والبكوات المماليك، وعرفت أنت أن النظام الحكم العثماني حمل في طياته عوامل ضعفه بسبب الصراع القائم ما بين الوالي والديوان. شكرا جدا. أحسنت مستر عبد الرحمن. ننتقل لمستر جمال سعيد، بيقول لي تعد معركة أبي كير البحرية بداية النهاية للحملة الفرنسية في مصر. تمام، السؤال ده سؤال جميل جدا، ويعتبر سؤال محوري في الدرس.
لو جينا اتكلمنا على معركة أبو قير البحرية، قبل منها أنا لازم أتكلم على استعدادات فرنسا للحملة وإزاي نابليون استعد للحملة. نابليون جهز حملة وبدأ إن هو كانت تقريبا حوالي 36 ألف جندي وضابط، وكان فيها 142 عالم. طبعا أمر الحملة كان سر حتى على الجنود والقادة اللي موجودين، لا يعلمه إلا نابليون بونابرت. طبعا نابليون جه في السفن اللي كانت موجوده دي بدا ان هو يزودها بالمؤن والذخيره والمعدات ومطابع وكل حاجه هو محتاجها كانت موجوده معاه في الـ زي ما بنقول الاسطول بتاعه. اللي حصل ان في المعركه دهيا او ان حصل معركه ما بين الاسطول الانجليزي والاسطول الفرنسي، كان نتيجتها طبعا هزيمه الاسطول الفرنسي على يد الاسطول الانجليزي، لان في الوقت ده كانت انجلترا كان زي ما بنقول او زي ما من شويه مستر محمد عبده قال كان كعبها عالي بالنسبه للبحر، يعني اقوى اسطول في العالم كان في الوقت ده الاسطول الانجليزي. لذلك عندما وقعت هذه المعركه هنقول ايه اللي حصل. قلنا لما نتيجه لان احنا او ان انا لسه بقول لكم دلوقتي ان الاسطول الانجليزي اقوى من الاسطول الفرنسي، هينتصر الاسطول الانجليزي على الاسطول الفرنسي وهيغرق الاسطول الفرنسي، الاسطول اللي كان نابليون محمل فيه المؤن، الذخيره، المعدات، كل حاجه هو كان محتاجها. نتيجه لهذه المعركه هيبتدي نابليون هيفكر بقى ان انا اعتمد على موارد مصر. مش كده وبس، كمان الاسطول الانجليزي مش كفاه انه غرق الاسطول الفرنساوي، لا ده فضل محاصر شواطئ مصر. فضلت السفن الانجليزيه على شواطئ مصر رايحه ذهابا وايابا ومنع اي امدادات هتيجي من فرنسا على مصر هنا. فبالتالي بدا الجنود يحسوا او يشعروا ان هم داخل مصر ان هم محاصرين، وبدا يتسرب ليهم روح الياس، فده ادى الى القضاء على امال فرنسا للسيطره على اللي هي او على مصر وقطع التجاره الخارجيه بالنسبه لفرنسا. لذلك بنقول ان تعد معركه ابو قير البحريه هي بدايه النهايه، لان نتيجه لمعركه ابو قير البحريه هنقول منع الامدادات اللي بتجي لهم من فرنسا، هنقول اللي هي قطع الطريق بين فرنسا وطبعا الامدادات اللي هتيجي للحمله الفرنسيه، هنقول كمان بدا الجنود ان هم يشعروا انهم محاصرون داخل مصر، وهيبتدي نابليون هيعتمد على موارد مصر وهتكون دي الكارثه اللي هتحصل بعد كده، ويبتدي المصريين ان هم يواجهوا نابليون ويواجهوا الحمله الفرنسيه. كده انا اختصرت بشكل سريع معركه ابو قير كانت ليه هي بدايه النهايه للحمله الفرنسيه. احسنت مصدر جمال، ده كان يعتبر ملخص سريع كده للاحداث اللي احنا المفروض هنتطرق لبعض الاسئله اللي هي مبنيه عليها دلوقتي، ونستاذن المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا الصفحه رقم واحد ونبدا مع الاستاذه بشرى عبد الغني. اتفضلي يا فندم. ابطال 2022، قبل ما ابدا الاسئله ما تخافوش من التاريخ في ثالثه ثانوي، التاريخ في ثالثه ثانوي شيق جدا وممتع، اهم حاجه ان احنا نستوعب الاحداث ونفهمها كويس ونربطها ببعض. النظام الاسئله الاختياري انتوا عارفينه من اولى وثانيه ثانوي، وكمان احنا عندنا ثلاث انماط، ان انت تختار اختيار صح من اربع اختيارات، او تختار اختيارين صح من خمس اختيارات، او تختار اختيار خطا من اربع اختيارات. انت كل اللي عليك انك تقرا السؤال كويس من اول كلمه لاخر كلمه وما تستعجلش. وهنبدا اسئله 2022، واتمنى التوفيق لكل سواعد المستقبل. اول سؤال بيقول لنا: اولى محاولات فرنسا لاحتلال مصر في العصر الحديث كانت بهدف قطع الطريق التجاره الى، اول اختيار بيقول شرق اسيا، جنوب اسيا ثاني اختيار، ثالث اختيار غرب اسيا، رابع اختيار شمال اسيا. طبعا انا وضحت في اول الحلقه الاربع محاولات، وهنا عاوز المحاوله الاولى اللي هي محاوله الملك لويس ال14، وانا وضحت للطلبه ان الملك لويس ال14 كان يريد قطع الطريق بين هولندا والهند. يبقى هنا احنا هنشتغل على الهند. الهند كدوله تقع جنوب قاره اسيا، فهنا احنا نختار كاتجاه رئيسي الاختيار الصح هيبقى جنوب. انما لو جات لك اتجاهات فرعيه جنوب شرق ولا شمال شرق، انت تختار جنوب شرق. السؤال الثاني بيقول لي: كانت المحاوله الثانيه اكثر اختلافا عن جميع محاولات فرنسا للاستيلاء على مصر لانها اعتمدت على الجانب، الاختيار الاول بيقول لي العسكري، الاختيار الثاني الدبلوماسي، الاختيار الثالث بيقول لي الثوري، الاختيار الرابع الوجداني. طبعا احنا وضحنا والمحاولة الثانية بتاعت او تخص الملك لويس ال15. الملك لويس ال15 زي ما انا وضحت اعتمد على العلاقة الايجابية لسياسته الخارجية مع الدولة العثمانية، وبالتالي الاختيارات اللي قدامنا هينفع معانا الاختيار الصحيح وهو الدبلوماسي. السؤال رقم 3: الافكار كالطير تستطيع ان تنتقل خارج حدود الدولة بسهولة،
أكثر الدول الأوروبية التي وعت أي أدركت هذه المقولة دولة إنجلترا، فرنسا، روسيا، هولندا. السؤال هنا من نوعية الأسئلة اللي تجيب للطالب مقولة بس الطالب شاطر وهيفهمها. السؤال هنا بيتكلم عن التحالفات اللي وضحها زميلي العزيز مستر محمد، تحالفات الدول الأوروبية ضد دولة فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية، ونجحت فرنسا في تغير أو تغيير نظام سياسي جديد وهو التحول من نظام الملكي للجمهوري، وبالتالي غضبت معظم الدول الأوروبية لأن كان معظم دول أوروبا نظامها ملكي، والدولة اللي مثلت عنصر مهم هي إنجلترا لأنها كانت من أقوى الدول في ذلك الفترة، وبالتالي الدولة اللي هتمنع هذه التحالفات هذه الأفكار إن هي تخرج خارج حدود فرنسا إلى الدول الأوروبية إنجلترا، فالاختيار الصحيح هيكون إنجلترا. عندنا سؤال بيقول أظهرت نتائج حروب الدول الأوروبية ضد الثورة الفرنسية أول اختيار تفوق الأسطول الفرنسي عسكريا، ثاني اختيار التفوق العسكري البري لفرنسا، ثالث اختيار سريان مبادئ الثورة في أوروبا، والاختيار الرابع التفوق العسكري البري لبريطانيا. هنا الحروب اللي كانت ما بين فرنسا والدول الأوروبية كانت حروب برية وليست حروب بحرية، وبالتالي من المعلومات اللي الطلبة حصلوا منها من مستر محمد أحمد مستر محمد عبدو توضح أن فرنسا انتصرت في هذه الحروب وبالتالي حققت انتصار بري. شكرا مستر أحمد. بشرى ننتقل للصفحة رقم 2 مع مستر محمد عبدو، اتفضل. أهلا بك مستر أحمد من جديد. طبعا زي ما أشرت كده أستاذتنا الفاضلة أستاذة بشرى إن أسئلة النظام الجديد بتعتمد على الفهم والتحليل. طيب احنا عشان نحل طبعا الطلبة لسه في بداية السنة ازاي نحل أسئلة النظام الجديد؟ أولا عايز أقول لكل طلبة الثانوية العامة في البداية خالص بنقرأ السؤال قراءة متأنية جيدة جدا. تاني حاجة بنركز في كل الاختيارات الأربعة، يعني حتى في بعض الأسئلة لو أنت ما وصلتش للإجابة بطريقة سهلة شوية ممكن توصل للإجابة بطريقة الاستبعاد، يعني تستبعد الإجابات اللي هي أو الاختيارات اللي هي مش ماشية مع السؤال وبعد كده بتختار اللي بتختار الإجابة الصحيحة. طيب تعال نشوف ونطبق عملي كده مع الصفحة التالية ونشوف أسئلة الصفحة بتقول إيه. السؤال بيقول تحالفت القوى الأوروبية للقضاء على الثورة الفرنسية بسبب إيه؟ هل إعدام الثورة للملك لويس الـ16؟ ولا تهديد الثورة مكانتهم التجارية العالمية؟ ولا الحفاظ على النظم السياسية لبلادهم؟ ولا إرسال حكومة الثورة حملة لاحتلال مصر؟ هنا طبعا زي ما أشرنا من شوية للتحالفات، تحالفات دول أوروبا ضد الثورة الفرنسية يا ترى بسبب إيه؟ زي ما قلت من شوية كده هم كانوا خايفين على النظام الملكي بتاعهم، فكانوا مش عايزين مبادئ الثورة تتسرب إلى الدول التانية اللي جنب فرنسا عشان ما يتغيرش النظام من نظام ملكي إلى نظام إيه؟ نظام جمهوري. طيب هو بيتكلم عن نظام الإيه؟ نظام الحكم. نظام الحكم هنا بنختار له إيه؟ بنختار له رقم 3 اللي هو الحفاظ على النظم السياسية لبلادهم. يبقى هنا الاختيار الصحيح الحفاظ على النظم السياسية لبلادهم. طيب السؤال اللي بعده بيقول خشت الدول الأوروبية من نتائج الثورة الفرنسية لأسباب إيه؟ خشت يعني خافت، خافت دول أوروبا من نتائج الثورة الفرنسية، يا ترى الأسباب اقتصادية وثقافية؟ ولا أسباب اقتصادية واجتماعية؟ ولا أسباب سياسية واقتصادية؟ ولا أسباب سياسية واجتماعية؟ يمكن برضو من شوية وضحنا الجزئية دي، إن دول أوروبا تحالفت ضد الثورة الفرنسية للسببين اللي إحنا قلناهم من شوية، أول حاجة عشان النظام بتاعهم ما يتغيرش، ده سبب إيه؟ طبعا نظام الحكم ده سبب سياسي، انا سامع طالب بيقول لي سبب سياسي، برافو عليك. طيب الحاجه الثانيه عشان المجتمعات اللي خارج فرنسا ما تتاثرش بالثوره الفرنسيه، يبقى ده سبب اجتماعي عشان مبادئ الثوره ما تنتقلش الى المجتمعات خارج حدود فرنسا. يبقى هنا الاختيار الصحيح ان الدول الاوروبيه خافت من نتائج الثوره الفرنسيه لاسباب سياسيه واجتماعيه. طيب السؤال اللي بعده بيقول فشلت فرنسا في ضرب انجلترا في عقر دارها لأسباب ليس من بينها تحالف الدول الأوروبية ضد فرنسا، ولا تفوق الأسطول الإنجليزي، ولا صعوبة تجاوز فرنسا المياه الإقليمية الإنجليزية، ولا عدم تكافؤ القوى البحرية بين الطرفين؟ طبعا ده سؤال ذكي جدا مش محتاج طلب متسرع، لأن السؤال بيقول لك فشلت فرنسا في ضرب انجلترا لأسباب، وكمل بقى السؤال، لأسباب ليس من بينها إيه؟
يعني انت هتستبعد الاجابات الصحيحه وتختار السبب اللي مش صحيح. يعني هنا بقول لك فشلت فرنسا في ضرب انجلترا لاسباب ليس من بينها. طيب نشوف الاسباب اللي خلت فرنسا تفشل في ضرب انجلترا. اول حاجه، يا ترى تحالف الدول الاوروبيه ضد فرنسا ولا تفوق الاسطول الانجليزي؟ طبعا تفوق الاسطول الانجليزي ده سبب من الاسباب، فكده مش هنختاره. طيب صعوبه تجاوز فرنسا المياه الاقليميه الانجليزيه؟ طبعا فعلا فرنسا كان صعب عليها جدا ان هي تعبر المياه الاقليميه الانجليزيه، فده برضو سبب من الاسباب ومش هنختاره. طيب السبب اللي بعده، عدم تكافؤ القوى البحريه بين الطرفين. فعلا كان في عدم تكافؤ للقوى البحريه، لان القوى العسكريه بتاعه انجلترا كان اقوى من القوى العسكريه لفرنسا، فكده هنستبعد الثلاثه اللي هم رقم 2 و3 و4، والاختيار الصحيح هنا تحالف الدول الاوروبيه ضد فرنسا. يبقى فشلت فرنسا في ضرب انجلترا لاسباب كتيره جدا اللي هم الثلاثه الباقيين ما عدا تحالف الدول الاوروبيه ضد ايه؟ ضد فرنسا، بدليل ان فرنسا قدرت ان هي تنتصر على تحالفات دول اوروبا. طيب السؤال الاخير بيقول، كان المجتمع المصري قبيل مجيء الحملة الفرنسية مجتمعا ايه؟ يا ترى مجتمعا عنصريا ولا طبقيا ولا تجاريا ولا صناعيا؟ المجتمع الفرنسي هنا نقلنا بقى الفكرة جديدة. يا ترى المجتمع المصري قبل الحملة الفرنسية كان عامل ازاي؟ وهنا يا جماعة لازم نتعرف على المجتمع المصري قبل الحملة الفرنسية عشان نفهم تطور الأحداث، وعشان كمان نقدر نعرف أسباب المقاومة إيه وأسباب الهزيمة، وإزاي كان المصريين بيقوموا بثورات ضد الحملة الإيه؟ الحملة الفرنسية. طيب المجتمع المصري ممكن نوصفه بإيه؟ المجتمع المصري قبل الحملة الفرنسية كان بينقسم إلى طبقتين. طبقة الحكام اللي هي طبعا فيها الأتراك والمماليك، ودول كانوا عايشين في عزلة عن باقي المجتمع. والطبقة الثانية طبقة المحكومين اللي هم المصريين بما فيهم العلماء والفلاحين، ودول للأسف الشديد كانوا بيعيشوا في جهل وشعوذة وخرافات، وما كانش عندهم تعليم إلا بصيص قليل جدا من الأزهر الشريف. فلما بنقول إن المجتمع كان طبقتين، يعني كده بنقول حكام ومحكومين، فالمجتمع نقدر نوصفه بأن هو كان مجتمعا طبقيا. فيبقى هنا الاختيار الصحيح، كان المجتمع المصري قبيل الحملة الفرنسية مجتمعا إيه؟ طبقيا، هي الإجابة الصحيحة. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 3 مع مستر عبد الرحمن الشريف. اتفضل يا مستر. ازيكم يا شباب، رجعنا لكم من تاني. أنا مش هضيف كلام زيادة عن كلام الأساتذة الأفاضل في فكرة إن أنت لازم تقرأ السؤال بدل المرة اتنين وتركز جدا. والميزة إن السنة اللي فاتت أنت اتعلمت أكيد من الدفعة اللي فاتت فكرة تجربة الأسئلة الجديدة، الفهم الفهم الفهم، وطبعا الحفظ ده الأساس بالنسبة لك، والتواريخ لازم تكون مركز فيها جدا. وهنبدأ دلوقتي السؤال رقم 9 اللي بيقول، أدى سوء الأوضاع الاجتماعية في العصر العثماني إلى وضع أحد الفئات في عزلة اجتماعية عن باقي الفئات. هذه العبارة تتحدث عن إيه؟ هو عايز هنا الفئة اللي كانت عايشة في عزلة اجتماعية، يبقى أنا هرجع للوضع الاجتماعي للمجتمع المصري، أو المجتمع المصري كان عايش إزاي؟ زي مستر محمد ما كان لسه قايل، انقسم المجتمع المصري الى طبقتين، حكام ومحكومين. طيب العباره بتاعت العزله الاجتماعيه هنا بتنطبق على هل الطبقه العامه، ولا طبقه الحكام، ولا الطبقه البرجوازيه، ولا طبقه العلماء والاعيان؟ هي الطبقات هنا مفهومه، انا عارف ان هم حكام ومحكومين، تمام. واما البرجوازيه هي الطبقه الوسطى اللي كانت موجوده برضو من ايام الثوره الفرنسيه، وهي تطلق على الطبقه الوسطى، التجار وغيره. فهنا العزله الاجتماعيه يعني اللي كان عايش في حته بعيده شويه عن المجتمع المصري هي طبقه اكيد الحكام، اللي هم بينقسموا، اللي هم متكونين من الاتراك والمماليك، ودي طبقه الحكام، عاشوا في عزله عن بقيه الشعب المصري، خدوا كل الامتيازات في الدولة وفي ايديهم طبعا الحكم وكل حاجة، اما المجتمع كان في عزلة كبيرة جدا عنهم، وعاش طبعا في الجهل والخرافات والشعوذة وغيره. فهنا الاجابة الصحيحة، اللي عاش في عزلة اجتماعية بعيدة عن المجتمع نفسه وفي ايده كل شيء، هي طبقة الحكام. هنيجي للسؤال رقم 10، بيقول، ازداد تدهور الحالة الاقتصادية في مصر في النصف الثاني من القرن ال17. طبعا انت لسه داخل فلازم تكون عارف القرون كويس جدا، وتبقى عارف يعني ايه النص الاول والنص الثاني. النص الاول يعني قبل ال50، والنص الثاني يعني بعد ال50. بتحسب القرن ازاي؟ بكل بساطه بتنقص واحد لو جاب لك القرن وعايز تعرف السنه. الكبير اكيد القرن، والقرن هو 100 سنه. هنا القرن ال17 يعني 1600 وشويه. طيب بيقول لك هنا الحاله الاقتصاديه تدهورت في عهد مين بقى؟ هل في عهد العثمانيين، ولا المماليك، ولا الفرنسيين، ولا المصريين؟
جنرال عندك وعموما انت عارف العهد العثماني في مصر ابتدى تحفظ تاريخ كويس من 1517 مصر اصبحت ولاية عثمانية. اذا في النصف الاول من القرن الستاشر مصر اصبحت ولاية عثمانية لحد مجيء الحملة الفرنسية 1798. فانا هنا بتكلم عموما على عهد العثمانيين حتى لو المماليك هم اللي بيتحكمهم في الحكم في مصر او السلطة في ايديهم، بس مصر في عهد الدولة العثمانية او ولاية عثمانية. فانا هختار هنا طبعا العثمانيين. السؤال اللي بعديه بيقولي لا يؤتى الحذر الا من المأمن، تنطبق هذه المقولة على مين؟ طبعا لا يؤتى الحذر الا من المأمن بيتكلم هنا على محمد بيك ابو الذهب ولا نابليون ولا كليبر ولا علي بيك الكبير. طبعا انا تطرقت لجزئية علي بيك الكبير وحرقته الانفصالية، وانا عارف ان محمد بيك ابو الذهب خان سيده وعلي بيك الكبير وهو كان القائد بتاعه، تمام، والدولة العثمانية استملته وادت للخيانة في الاخر وقتل علي بيك الكبير، وان محمد بيك ابو الذهب يمسك فترة بسيطة مشيخة البلد. فطبعا هنا المقولة دي بتنطبق على مين؟ بتنطبق اكثر على علي بيك الكبير، لان هو كان يجب عليه ان يأخذ الحذر من فكرة ان هو يعتمد او حسن اختيار القائد المناسب بالنسبة له، تمام، فهتكون الاجابة علي بيك الكبير. وطبعا حركته الانفصالية 1768. السؤال اللي بعديه بيقول ساهمت في تدهور الحالة السياسية في مصر في نهاية القرن الـ18، القرن الـ18 يعني 1700 في الأواخر بتاعته، إذن وقت أو قبيل مجيء الحملة الفرنسية. تدهورت الحالة السياسية بسبب هل الصراعات الداخلية ولا قوة الدولة العثمانية ولا حركة علي بيك الكبير ولا التدهور الاقتصادي؟ طبعا هنا نتطرق قبل الحملة على طول ما تيجي كان فيه تدهور في الحالة السياسية. الفترة اللي تلت محمد بيك أبو الذهب شهدت في مصر فترة صراعات متواصلة بين المماليك أنفسهم بعضهم البعض، ودايما المماليك في أواخر عهدهم كانوا بيتخانقوا مع بعض على الحكم بفترات طويلة جدا، وده كله أدى إن هم طبعا ما اهتموش ولا بالترميمات ولا بالناحية العمرانية ولا التحصينات، عشان كده ده أدى إلى دخول الفرنسيين بسهولة إلى مصر بسبب تدهور طبعا الحالة الداخلية. يبقى هقول الصراعات الداخلية بين المماليك وأنفسهم. شكرا مستر. أحسنت مستر عبد الرحمن. ننتقل للصفحة رقم 4 مع مستر جمال سعيد، تفضل يا فندم. في صفحة رقم 4 أول سؤال عندنا، السؤال رقم 13 بيقول كانت العلاقة بين السلطان العثماني والفلاحين بخصوص الأراضي الزراعية قائمة على رقم 1 الود والتراحم ولا الندية ولا المنفعة ولا استغلال كل منهما الآخر؟ طبعا أنا عايز أوضح كده، الفلاح كانت العلاقة ما بينه وما بين الأرض أو ما بينه وما بين السلطان كانت عاملة إزاي. طبعا في الوقت ده كان نظام ملكية الأرض قائم على حاجة اسمها حق الانتفاع. يعني إيه حق الانتفاع؟ يعني أنا كمستأجر أو كفلاح هبتدي أخد الأرض دي أنا هزرعها، وطول ما انا قادر اسدد الضرايب اللي عليها انا كده خلاص الارض هتبناها معايا، لكن ما كانتش ملكي ما اقدرش اهبها، ما اقدرش ان انا اديها لاي حد، ما اقدرش ان انا مثلا يعني ابيعها، لا، هي الارض ملكا للسلطان العثماني. وما دام الارض ملكا للسلطان العثماني لا يجوز لي التصرف فيها، ولكن انا بزرعها مقابل تسديد ما عليها من ضرايب، يبقى اذا في هنا منفعه، منفعه متبادله، ولكن هي بتبقى في صالح السلطان اكتر من الفلاح، فلذلك انا هختار هنا المنفعه. لو انتقلنا للسؤال الثاني هنلاقي في عندنا كان الصناع في مصر في ظل الحكم العثماني ينتظمون في شكل طوائف، وكانت طوائف الحرف في مصر تقوم بدور. هنا انا لازم اتكلم على الطوائف الصناعيه. يعني ايه طوائف صناعيه موجوده عندنا؟ طبعا في الوقت ده كان بيبتدي ان كل مجموعه من الصنايعيه زي ما بنقول كانوا بيبقى ليهم زي شارع او حاره خاصه بيهم، وكان بيبقى ليهم كبير. الكبير ده كنا بنسميه شيخ الطائفه. الراجل ده كانت مهمته ان هو يوزع الشغل اللي موجود. يعني مثلا دلوقتي انا عندي شارع بالكامل، الشارع ده للنجارين، عندي شارع للحدادين، عندي شارع مثلا لاي صنعه معينه. بيبتدي الراجل ده، انا مثلا عايز ان انا اروح ان انا اتفق معاه يعمل لي مثلا سرير، يعمل لي اي حاجه، اقول له والله انا عايزك انك انت تعمل لي مثلا حاجه، او مثلا تعمل لي سرير، تعمل لي بوابه، تعمل لي اي حاجه، يقول لي والله انا في عندي 4 صنايعيه شغالين، والصنايعي الفلاني ده صنايعي كويس ومش شغال، ده هو اللي هيعمل لك الصنعه بتاعتك، فابتدي ان انا اروح له. فكانت دي اسمها طوائف الحرف، ان كل مجموعه من صنعه واحده بيشتركوا في شارع محدد او في مكان محدد بيبقوا عايشين فيه، وبيبقى ليهم زعيم هو اللي بيوزع عليهم المهام. لذلك لما هاجي
هقوم دلوقتي اقول ان كانت هذه الطوائف بتقوم بدور ايه؟ سياسي واقتصادي ولا اقتصادي واجتماعي ولا اجتماعي وسياسي ولا اقتصادي وعسكري؟ طبعا من خلال ما انا ما قلت ان هي كانت بتقوم بدور سياسي واقتصادي، طبعا لان كان برضو شيخ الطائفه ده كان بيعتبر هو همزه الوصل ما بين الصنايعيه وما بين الحكومه. هاخد منكم الايه؟ الضرايب وهوصلها للحكومه، وبناء عليه هنقول ان كان ليها دور سياسي ودور اقتصادي. نيجي على السؤال اللي بعد كده، الدرس المستفاد للفلاح المصري زمن الحكم العثماني انه لابد ان يكون ايه؟ مستاجرا للارض ولا محتكرا للارض ولا منتفعا للارض ولا مالكا للارض؟ يعني ايه افهم السؤال ده؟ بيقول لك الدرس المستفاد، انا كده كمواطن كنت عايش في الفتره دي، ايه اللي انا اتعلمته؟ ايه اللي انا استفدته؟ ايه اللي بيعود عليا بالنفع؟ اللي بيعود عليا بالنفع ان الارض المنتفع لا مش هتنفعني، لان لا دوله بتهتم ولا في اي حد بيهتم بالزراعه. اولا كان بيفرض عليهم ضرائب كتير جدا من الملتزمين، ثانيا كانت الارض مش ملكه ومش من حقه ان هو يهبها او يبيعها او يورثها حتى لاولاده، ولا من حقه التصرف فيها، ثالثا كانت الارض او الدوله ما كانتش بتهتم لا بشق ترع ولا قنوات ولا جسور، فبالتالي انا كده مش مستفاد، فما ينفعش ان انا اكون منتفع ولا مستاجر، انا لازم اكون مالك، لان الارض دي لو ملكي انا هابذل فيها قصار جهدي علشان ان انا اخرج المحصول او اخرج فيها افضل انتاج، لان طبعا دي حاجتي ملكي انا، ومحدش هيتعب في الحاجه دي اكتر من او حد هيحزن عليها او هيخلي باله منها اكتر مني، لان دي حاجتي وتعبي فيها وشقايا فيها فلازم هخلي بالي منها. يبقى الدرس المستفاد ان لازم يكون الفلاح مالكا للارض. ننتقل للسؤال اللي بعد كده، بنقول وجدت علاقه بين الملتزم وشيخ الطائفه في العهد العثماني، تمثلت هذه العلاقه في ايه؟ هي العلاقه؟ هنقول ان العلاقه ان كان طبعا الملتزم كان بيبتدي يجمع الضرائب من الفلاحين ويبتدي يوديها للدوله، لان كانت الدوله لما ضعفت الدوله العثمانيه بدا ان يبقى في عندنا نظام اسمه التزام، يبتدي يجبي الضرائب ويوديها للدوله، بعد كده هو يجمعها اضعاف مضاعفه. نفس الفكره تحولت على الصناعه، شيخ الطائفه اصبح زيه زي الملتزم، ابتدي انا هدفع عن الصناعيه دول الضرائب وبعد كده انا هجمعها بعدين. فلذلك بنقول ان العلاقه اللي وجدت ما بين الطرفين هنقول علاقه تشابه، ان كان في وجه شبه ما بين الملتزم وكان في وجه شبه ما بين اللي هو زي ما بنقول شيخ الطائفه. وبكده يبقى خلصنا الصفحه رقم 4. احسنت يا استاذ جمال. ننتقل للصفحه رقم 5 مع الاستاذه بشرى عبد الغني. اتفضلي يا فندم. اهلا بكم معايا مره ثانيه، والسؤال عندنا رقم 17 بيقول سيطرة التجار الأجانب على أمور التجارة في مصر في العهد العثماني نتيجة عندي 4 اختيارات. الاختيار الأول بيقول إرسال مصر الضريبة للسلطان العثماني، الاختيار الثاني التدهور الاقتصادي لمصر، الثالث إرسال مصر الهدايا للسلطان أو الامتيازات التجارية اللي تمتعوا بها التجار الأجانب. هنا جزئية بس بسرعة، إن التجار الأجانب كانت التجارة في مصر سواء الداخلية أو الخارجية كانت متدهورة. التجارة الخارجية كانت متدهورة نتيجة تحويل تجارة الشرق من تجارة الغرب إلى الشرق عن طريق رأس رجاء الصالح، والتجارة الداخلية تدهورت نتيجة عدة أسباب، ومنها عدم استقرار الأمن، الطلاع بالمكاييل والموازين، عدم ثبات العملة، الأغراض المتلاحقة لسكان الصحراء. وبالتالي التجار الأجانب هيسيطروا على التجارة في مصر بسبب حاجتين، قدرتهم التنظيمية والامتيازات أو التسهيلات اللي يعطيها لهم السلطان العثماني. فالتجار الأجانب هيسيطروا على التجارة بسبب الامتيازات التجارية اللي تمتعوا بها. السؤال بعد كده رقم 18، يعد أضعف هيئات الحكم المحلي في مصر الديوان، الوالي، الحامية العثمانية، المماليك. زي ما مستر عبد الرحمن قال إن الوالي رغم إنه كان نائب السلطان إلا إن الوالي كان الديوان بيراقبه وليه سلطة عزله، فبالتالي الوالي هيبقى أضعف هيئات الحكم المحلي بسبب مراقبة الديوان له. رقم 19، كانت تمثل نقطة أو قوة ضاغطة على الاقتصاد الفرنسي قبيل اللي هي الحملة الفرنسية على مصر. القوة الضاغطة إنجلترا ولا المماليك ولا الدولة العثمانية ولا النمسا؟ من المحاولات الأربعة اللي أنا وضحتها للطلبة إن المحاولة اللي هي الثالثة كانت بتاعة الملك لويس الستاشر لتأمين التجارة، ومحاولة نابليون تأمين التجارة يبقى المماليك هم كانوا القوة الضاغطة. رقم 20، انعكست الأوضاع السياسية في مصر في الدولة العثمانية أواخر القرن 18 على وضع مصر من حيث أول حاجة
تردد فرنسا في إرسال حملاتها العسكرية، زيادة الطموح السياسي لحكام الأقاليم، زيادة أطماع روسيا الاستعمارية، انتهاز المصريين الفرصة لحكم بلادهم. هنا بنتكلم على الفترة اللي استعرضها المستر معانا، فترة حركة علي بيك الكبير الانفصالية، وعلي بيك الكبير كان مملوكي وكان يسند للمماليك أثناء حكم العثمانيين حكم الأقاليم، وبالتالي المماليك استغلوا زي ما المستر وضح فرصة ضعف الدولة العثمانية وقاموا بحركة انفصالية. فالإجابة عندنا زيادة الطموح السياسي لحكام الأقاليم. شكرا مستر. أحسنت أستاذة بشرى. ننتقل للصفحة رقم 6 مع مستر محمد عبده. تفضل يا فندم. أهلا وسهلا. الصفحة اللي بعد كده السؤال بيقول: كان يوجد في القرن الـ18 تباين لمواقف مختلفة بين الدولة العثمانية ومين؟ يا ترى انجلترا ولا روسيا ولا فرنسا ولا البرتغال؟ هنا في السؤال هي في كلمة واحدة بس هتخلينا نقدر نوصل للإجابة الصحيحة. السؤال بيقول لك كان يوجد في القرن الـ18 تباين. فتباين هو دايما في النظام الجديد بيتلاعب بالمصطلحات. كلمة تباين يعني تباين معناها اختلاف أو تنوع. فيا ترى مين الدولة اللي كان في تنوع في العلاقة بينها وبين الدولة العثمانية؟ فطبعا هنا لو فكرنا في الجزئية دي وبصينا على حركة علي بيك الكبير، هو علي بيك الكبير قام بحركة انفصالية مستغلا إيه؟ مستغلا حروب الدولة العثمانية مع روسيا. فكده بنوضح إن كان في حروب بين الدولة العثمانية وبين روسيا أثناء علي بيك الكبير، اللي هي الحركة الانفصالية بتاعته، واستغل حروب الدولة العثمانية مع روسيا وقدر فعلا ينفصل عن الدولة العثمانية ويضم بلاد الحجاز لمصر، وكمان بعت النائب بتاعه محمد أبو الدهب. طيب ده كده كان في حروب بينهم وبين بعض. الفترة اللي بعد كده بنلاقي إن كان في تحالفات بين الدولة العثمانية وبين روسيا لمواجهة الحملة الفرنسية. فالتحالف ده يبقى معنى كده كان في حروب في بعض الأوقات وتحالفات في أوقات تانية، يبقى ده التباين أو الاختلاف في العلاقة بين الدولة العثمانية وبين روسيا. يبقى هنا الإجابة الصحيحة هنقول روسيا بمنتهى الشفافية. السؤال اللي بعده بيقول: من مظاهر الضعف التي ظهرت على الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن الـ18 إيه؟ مظاهر الضعف اللي ظهرت على الدولة العثمانية، يا ترى التدهور الاقتصادي ولا ظهور الحركات الانفصالية ولا الاستقرار الاقتصادي ولا الضعف الاجتماعي؟ طبعا هنا عايز مظهر من مظاهر الضعف اللي ظهرت بيه الدولة العثمانية في النص الثاني أو في نهاية القرن الـ18. في نهاية القرن الـ18 قلنا أن الدولة العثمانية كانت بتعاني من الضعف السياسي زي ما أشار مستر عبد الرحمن من شوية، لأن الحكم العثماني كان يحمل في طياته عوامل ضعفه، يعني من جواه كان ضعيف. واستغل كده مين؟ علي بيك الكبير. علي بيك الكبير بنقول عليه حركة انفصالية، يبقى من مظاهر الضعف ظهور الحركات الانفصالية اللي هي حركة علي بيك الكبير. فهنا بنختار ظهور الحركات الانفصالية هي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده بيقول: بدأت مظاهر مقاومة المصريين للحملة الفرنسية في الإسكندرية ولا شبرخيت ولا البحيرة ولا امبابة؟ طبعا كان في مقاومة في كل المناطق دي، بس كلمة واحدة برضو بتخلينا نروح على الإجابة الصحيحة. الكلمة هنا اللي هي ايه؟ اللي هي بيقول لك بدأت مظاهر مقاومة الحملة الفرنسية. مين أول ناس قاومت الحملة الفرنسية؟ الحملة الفرنسية أول ما نزلت على مدينة الإسكندرية، وأول من قاوم الحملة الفرنسية المصريين بزعامة محمد كريم، وللأسف تم القبض عليه وإعدامه رميا بالرصاص. يبقى هنا الإجابة الصحيحة إيه؟ طبعا برافو عليكم، الإسكندرية هي بداية مظاهر المقاومة للحملة الفرنسية. طيب السؤال اللي بعده بيقول: يرجع ضعف موقف المماليك عند نزول الحملة الفرنسية إلى مصر إلى تدهور الأوضاع العلمية ولا زيادة نفوذ الحامية العثمانية ولا عدم امتلاكهم أسطول قوي ولا إهمالهم الجوانب العمرانية؟ هنا بنتطرق إلى مقاومة المماليك للحملة الفرنسية. المماليك قدروا أن هم يقاوموا الحملة الفرنسية في أكتر من مكان وأكتر من معركة. يعني مثلا مراد بيك أول ما عرف أن الحملة الفرنسية نزلت على اسكندرية راح وواجه الحملة الفرنسية في مدينة شبرخيت في البحيرة، بس للأسف اتهزم المماليك لعدة أسباب. أولا بسبب النزاع القائم بين المماليك وبعضهم وبعض، لأن كان مصر في الوقت ده كان تحت حكم ثنائي مملوكي إبراهيم بيك ومراد بيك. السبب الثاني اللي هو إهمال الجوانب العمرانية، اللي هو عدم اهتمام المماليك بإقامة الحصون والقلاع للدفاع عن مصر، فتهزموا في شبرخيت وإمبابة.
طب هنا السؤال عايز ايه؟ عايز ايه السبب في ضعف موقف المماليك وهزيمتهم من الحملة الفرنسية؟ فلو يعني ركزنا شوية في الاختيارات هنلاقي كده السبب هو إهمال الجوانب العمرانية اللي هو عدم إقامة حصون جديدة، ودي الإجابة الصحيحة. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 7 مع مستر عبد الرحمن الشريف، اتفضل يا مستر. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ السؤال رقم 25 بيقول: تدل نتائج موقعتي شبرخيت ومبابة على مدى ايه؟ هل مدى التدهور الاقتصادي لمصر ولا التدهور السياسي ولا الفرق الحضاري بين الفرنسيين والمماليك ولا التدهور الثقافي؟ طبعا انت لازم تكون فاهم جدا ومشروح لك كويس قوي او عارف شبرخيت ومبابة ايه اللي حدث فيها، وعارف ان مراد بيك راح الاول عند شبرخيت ب 40,000 مقاتل، بس للاسف كان بيستخدم السيوف والرماح، ودي طبعا الات عسكريه ضئيله جدا بدائيه يعتبر قصاد المدافع والاسلحه والبنادق بتاعه طبعا الفرنسيين بقياده نابليون والقواد اللي معاه. ففي فرق ضخم جدا في الجوانب العسكريه هنا، زائد استراتيجيه الحرب نفسها بتاعه الفرنسيين كانت مختلفه تماما عن استراتيجيه الانسحاب التدريجي بتاع مراد وابراهيم في موقعتي شبرخيت ومبابه. فالفرق كان كبير جدا وواضح ما بين الفرنسيين والمماليك، فهقول الاختيار طبعا وهو الفرق الحضاري بين الفرنسيين والمماليك. السؤال اللي بعده بيقول: فرار مراد بيك إلى الصعيد ولم يفر مع إبراهيم بيك والوالي العثماني إلى الشام يدل على إيه؟ يعني الدلالة بتاعته على إيه؟ هل خلافه مع إبراهيم بيك كان متخانق معاه يعني ما رضاش يطلع معاه، ولا رغبته في استكمال المقاومة هو بيتكلم على مراد نفسه، ولا اتفاقه مع الفرنسيين، ولا إدراكه بقيام نابليون بحملة على الشام؟ طبعا انا عارف ان بعد موقعة امبابة فر ابراهيم بيك الى الشام مع الوالي العثماني، اما مراد بيك نزل للصعيد. طب مراد ليه نزل للصعيد وما هربش مع ابراهيم بيك؟ طبعا عشان مراد كان اراد استكمال المقاومة ومحاربة الفرنسيين واخراجهم من مصر، فاختار الاجابة طبعا رغبته في استكمال المقاومة. السؤال اللي بعده بيقول: ظهرت اهمية الطبيعة الجغرافية في مواجهة الحملة الفرنسية. الطبيعة الجغرافية يعني أنا بتكلم من الناحية الجغرافية، هل ظهرت في ثورة القاهرة الأولى تمام في اللي انت خدته، ولا موقعة شبرخيت، ولا مقاومة أهالي الصعيد، ولا موقعة الأسكندرية؟ طبعا أنا عارف أن الطبيعة الجغرافية استخدمت أكتر من جانب المماليك وبالتحديد أهالي الصعيد اللي استمرت المقاومة بتاعتهم 10 شهور، لأن بسبب طول الوادي واتباع طبعا الأهالي حرب المناوشات في الوقت ده والمعارك المتفرقة، فطول وادي النيل ده أدى طبعا لصعوبة سيطرة الفرنسيين وبسهولة على منطقة الصعيد، فهقول مقاومة أهالي الصعيد هي اللي ظهرت فيها طبعا الطبيعة الجغرافية. السؤال اللي بعده بيقول: ظهرت مظاهر التعاون الداخلي ضد الحملة الفرنسية فين؟ أنا عايز تعاون داخلي. هل في موقعة أبو قير البحرية؟ لا طبعا بستبعدها، ده كان إنجليز مع فرنسيين. ولا ثورة القاهرة الأولى أظهرت مدى التعاون الداخلي في مصر؟ ولا مقاومة أهالي الصعيد؟ ولا ثورة القاهرة الثانية؟ طبعا ثورة القاهرة الأولى والثانية طبعا أظهروا تعاون داخلي وكل شيء، بس أنا لو بتكلم عموما على التعاون الداخلي أكثر بين كل فئات الشعب من ناحية المماليك ومن ناحية المصريين وكمان مجيء قوات كمان، فالتعاون الداخلي مع المصريين وأهالي الصعيد وطبعا المماليك ده كان ظاهر جدا في موقعة أهالي مقاومة أهالي الصعيد اللي استمرت 10 شهور. شكرا مستر. أحسنت مستر عبد الرحمن. نشوف الصفحة رقم 8 والأخيرة مع مستر جمال سعيد، تفضل يا مستر. طبعا في الصفحه رقم 8 عندنا السؤال رقم 1 والسؤال 29. الصفحه طبعا السؤال الاول في الصفحه رقم 29. السؤال بيقول: بعد ما جاء الحمله الفرنسيه الى مصر ما شاء الله مميزه جدا انتقال الصفحات ما شاء الله، ومديني الشرقيه ولا الشماليه ولا الجنوبيه ولا الغربيه؟ طبعا مستر عبد الرحمن لسه من شويه بيقول ان كان في عندنا مراد بك وابراهيم بك، طبعا كان في معركه اسمها شبرخيت، ثم بعدها معركه اسمها معركه امبابه، نتيجه او على اثر معركه امبابه ابراهيم بيك ومعه الوالي العثماني طبعا ربطوا مصيرهم ببعض وراحوا جايين رايحين على الصلحيه طبعا في الشرقيه، وبعد كده راحوا جايين هربانين وراحوا على الشام. طبعا مراد بيك فكر ان هو يستكمل المقاومه في الصعيد لان كان عنده طموح، طموحه ان هو كان معتقد ان هو هيقدر ان هو يتغلب على الفرنسيين ويقدر ان هو يحكم مصر، فكان بالنسبه له قال لك لا انا هبتدي ان انا اتواجد في الجنوب، جايز ان انا اقدر ان انا اطرد الفرنسيين وارجع من تاني حكم المماليك على حكم مصر، فلذلك كان مركز الثقل بتاعهم في الجنوب.
السؤال رقم 30 بيقول بدأت الحالة الاقتصادية للحملة الفرنسية تتدهور بعد موقعة أبو قير البحرية ولا موقعة أبو قير البرية ولا ثورة القاهرة الأولى ولا ثورة القاهرة الثانية؟ طبعا في السؤال الافتتاحي اللي كنا اتكلمنا فيه كنا اتكلمنا عن موقعة أبو قير البحرية قلنا تعتبر بداية النهاية للحملة الفرنسية، وكنا اتكلمنا عن تجهيزات نابليون للحملة الفرنسية، وكنت قلت ان هو طبعا جاب معاه 146 عالم في مختلف المجالات. طبعا كان الحملة دي كان الهدف منها او كان السفن دي كان الهدف منها ان هي يكون معاها المؤن والذخيرة والمعدات والأسلحة، فلذلك لما انهارت او لما سقطت هذه السفن او غرقت نتيجة الحرب في معركة أبو قير البحرية، طبعا كان دوا يعد زي ما بنقول كارثة بالنسبة لنابليون بونابرت، فلذلك هتبقى الإجابة موقعة أبو قير البحرية. لو جينا على السؤال رقم 31 بيقول من الدول الأوروبية التي تزعمت التحالفات ضد فرنسا زمن الحملة الفرنسية وأثرت بشكل واضح على الوضع السياسي في مصر، طبعا مديني في الاختيارات إنجلترا ولا روسيا ولا بروسيا ولا النمسا. طبعا في الوقت ده كان حصل تحالفات دولية في الوقت ده كانت بقيادة النمسا، وطبعا ده خلى ان نابليون يخرج من مصر، فلذلك هنقول ان كان او هنختار الإجابة اللي هي النمسا. السؤال الأخير تحول الفكر الاستراتيجي لأول قادة الحملة الفرنسية نتيجة ليه؟ طبعا أول قادة الحملة الفرنسية عندنا هو نابليون بونابرت، طبعا تحول الفكر الاستراتيجي بالنسبة له هو كان فيه التفكير اتغير مرتين، مرة لما فكر أنه يطلع يقابل الجيش العثماني اللي جاي من الشام قبل الجيش اللي جاي من البحر، والمرة الثانية لما حصل التحالف بقيادة النمسا فغير من فكره وبدأ يترك الحملة وهاجر أو أنه آسف مش هاجر رجع على فرنسا علشان يقود اللي هو القوات ضد تحالف النمسا، فلذلك هنقول ان طبعا الاجابه هل التحالفات الدوليه ضد الحمله الفرنسيه ولا الدعم العربي ضد الحمله الفرنسيه ولا التحالفات الدوليه ضد فرنسا نفسها ولا فشل حمله الشام، هيبقى الاجابه عندي رقم 2 اللي هي التحالفات الدوليه ضد فرنسا نفسها. شكرا استاذ احمد. احسنت يا مستر جمال، وحلقه من الحلقات الممتعه، شرفتونا وإن شاء الله نتمنى نشوفكم في لقاءات قادمة، وتمنيات القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. شكرا لكم جميعا.